في موضوع آخر، تناقلت وسائل أعلام محلية وأوروبية خبراً مفاده رفض تونس دخول وفد من الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي إلى التراب الوطني. وقد أدان وفد من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان في بيانه اليوم قرار السلطات التونسية القاضي برفض دخوله إلى تونس. ويذكر أن مذكرة شفوية موجهة من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى سفارة الاتحاد الأوروبي بتونس قد تم تسريبها، وتفيد بأن تونس رفضت استقبال الوفد وأرجعت هذا القرار إلى تحفظات حول الزيارة، التي تفيد بعض المصادر أنه لم يتم التنسيق مع الجانب التونسي بشأنها، وأن تونس قد مارست بذلك سيادتها في عدم الاستجابة للجانب الأوروبي.